من بين الأطعمة اللي نقدروا نمشيو زعما بشكل كبير ولا بشكل عام وباش نبقاو في الحويجات اللي عندهم علاقة مع 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 الشهر المبارك والعادات الغذائية السيئة اللي هي نبغي نشير لهذه المسألة هذه كذلك لأن هذه العادات الغذائية السيئة فهي دخيلة علينا ماشي عادات اللي هي قديمة فاش ما كنرجعوا واحد عشرات سنين فللأسف العادات الغذائية حتى أثناء الشهر المبارك كانت عادات غذائية رائعة للأسف تعرضت لواحد التغيير ولكن في في الاتجاه ديال ما هو سلبي واتجاه ما هو سيء أثناء العشرات السنين الأخيرة اللي ما ذكرتش إلا ما يعني واحد 30 سنة الأخيرة بالأخص على رأسها على رأس الحويجات اللي كيأثروا لنا على الذاكرة ديالنا كنبغي نشير للسكر وملي كنهضر على السكر بشكل زائد للاسف اللي ولا حاضر بواحد الشكل كبير في العادات في الشهر المبارك فبحكم طريقة حتى ديال ان كيفاش الخلايا مثلا الدهنيه ديالنا وعلى المستوى على مختلف المستويات ديالها فهي من بين الحويجات اللي كتحتاج بطبيعه الحال السكر وكتحتاج مكونات اخرى للاسف التغذيه في هذا الشهر المبارك ما كتستعد التغذيه السيئه اللي حنا ولينا عليها فكتخلينا ما كنلقاوهاش كامله وبالتالي كتبدا واحد بحال سباق ما بين مختلف الانسجه على هذيك المكونات الغذائيه واللي كيدخل فيها كذلك الدماغ حتى هو كيدخل في هذا السباق ولا التنافسيه للحصول على هذه المكونات الغذائيه اللي كتولي للاسف في اثناء هذه الممارسه ديالنا التغذيه السيئه كتولي من الحويجات النادره بالاضافه الى ذلك في التغذيه ديالنا فملي كنهضروا على الدماغ ديالنا والذاكره كنستحضروا التواجد ديال واحد المجموعه من لي نورو ترانسميتور او لا مكونات اللي عندها داك الطابع ديال بحال هي اللي كتمكننا من هذيك المراسلات اللي ما كتكون ما بين الخلايا الدماغيه ديالنا ولا حتى ما بين الخلايا الدماغيه ديالنا والانسجه واللي عندهم علاقه مع الذاكره فكنلقاو على ان من بينهم مثلا واحد المواد الدهنيه للاسف اللي ولينا حتى المواد الدهنيه اللي حنا كنتناولوها اثناء هذا الشهر المبارك فكتكون واحد مواد اللي هي مصنعه واحد المواد اللي هي مهدرجه لنا اللي تعرضت لواحد المجموعه من ولا ترونس اللي تعرضت لواحد المجموعه من التغييرات اللي خلاتها مواد دهنيه تقريبا غير صالحه للاستهلاك وللاسف للدماغ ديالنا ما كيلقاش المصادر ديال الحويجات اللي كيحتاجهم مثلا الاوميغا 3 ملي كنهضروا على الاوميغا 3 ما كنبقاوش ديك الاقبال على الاسماك بواحد الطريقه ديال الطهي ديالها اللي هو صحي وهذه كلها للاسف عادات غذائيه سيئه اللي كتخلي تاثيرات كتقدر تكون حتى على الذاكره تاعنا.